السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنقدم معكم تحلية باردة ومنعشة كتحضر في دقائق، ما كتاخدش منا وقت كبير، بدون فرن وبدون كريمة. بسم الله نبدأ المقادير. عندنا 3 ديال البكيات ديال هيرنيس، انا ديال بسكوي بهيرنيز، انا استعملت هيرنيز، نتوما يمكن لكم تستعملوا اي هيرنيز بغيتو، اي يعني اي بسكوي بغيتو. كنطحنوا على هذا الشكل، ما كنطحنوش بزاف يعني غير كنهرمشوا. عندنا 100 غرام ديال الزبده مذوبه حتى تولي على هذا الشكل. عندنا واحد المول اللي كيتحل وكيتسد، انا درت هاد، ممكن ديروه مربع، انا عندي دائري درتو، درت ليه السلوفان بابي سلفيزي من التحت. كناخد ديك هيرنيز ديالي كنخوي عليها الزبده. هاد التحليه كتجي بارده، كتجي لذيذه، مذاقها هائل. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش من اللايك والبارتاج هذا الفيديو والقناة. كنخوي هذا الخليط في المول وكنبقى نضغط عليه على هذا الشكل باش ياخذ الفورمة ديالو. التحليه كتجي بارده ومنعشه، حنا ان شاء الله نديروها في رمضان، كتجي بارده للسحور او في الفطور لمالا. نجيب معلقة باش نزيد نضغط عليها من الجناب باش تثبت مع الجناب وتنسجم. ممكن نتوما تزيدوا العسل باش يتخلط معكم هذا الخليط مزيان. جبت كاس هكا وبديت كنضغط. غنبقى على هذا الشكل حتى غنقادها مزيان وغندخلها للثلاجة تبرد شوية. من بعد ما كندخلوها للثلاجة نخليوها شوية تبرد، كناخدو كاسرولة كنديرو فيها نص لتر ديال الحليب زائد كاس على هذا الشكل. عندنا 3 المعالق ديال المايزينا او النشا، 3 المعالق ديال سنيدة سكر، تبقى دائما حسب الذوق يعني 3 ولا 4. عندنا فاني باش نسمو هاد كريمه. عندنا 100 غرام ديال الشوكولاط ابيض مربعات. عندنا جوج فلون كراميل على هاد الشكل، كيدير درهم ونص بدون سكر. واللي بغات دير الشاصي الكبيره راها كنظن كدير 3 دراهم، هذيك كتكون يعني فيها السكر. كندير الفلون
كنزيد داك الكاس الحليب، قلنا نصف لتر زائد كاس حليب، كنديروا الفاني اللي غينسم لينا هاد الكريمة، كنزيدو السكر قلنا 3 المعالق او 4 حسب الذوق، ونشا 3 المعالق، وكنخلطو الكل حتى كتذوب ديك الكويرات، وكنديروها فوق البوطة على نار مهيلة البنات، على نار مهيلة حتى كتتعقد معانا هاد الكريمة مع التحريك المستمر باش ما تحرقش، الا غفلنا عليها غير شويه غتحرق لينا. من بعد ما كتعقد كنزيدو دي كميه غرام ديال الشوكولاط، انا حسبتها بالنسبه لي ما عندهاش الميزان 15 المربع ديال الشوكولاط. من بعد كنخرجوا ديك الخليط ديالنا من الثلاجه، كنخويو عليه، انا تحدث لي داك المشهد ديال فاش خويت الكريمه على بيسكوي، وكندخلوها للثلاجه لمده جوج سوايع ولا 3. كناخد شي فرشيطه كنحيد بها دوك البويقات اللي كيكونوا من الفوق، وكندخلها للثلاجه. انا دخلتها المجمد مدة تقريبا غير ساعة او ساعة ونص، من بعد خرجتها كانت موجودة معايا، كنحيد ديك البابي سولفيزي يعني بسهولة، وكنحيد المول، كنجيب موس كنحاول ندوزو مع الجناب باش هكا تجيني ساهله تحيد المول بسهوله، راه كيتحيد بسهوله على هاد الشكل بسهوله، وكتجي على هاد الشكل. الا بغيتو ديروها على 3 طبقات 4، عندكم اختيار، انا درت على 2 طبقات البسكوي وطبقه ديال الكريمه. من بعد كنزينها على هاد الشكل، كتجي رائعة البنات، جربوها راها كتجي زوينة. انا زينتها بشوية البنان اللي عصرت عليه شوية الحامض باش ما يكحلش، وبديك بسكوي كتجي على هذا الشكل، رائعة في الشكل وفي المذاق، نتمنىكم تجربوها، وتمنى ان شاء الله تعجبكم، وتخليوا لي كومونتير، راه كتجي ساهله وما فيهاش المقادير كيف ما شفتوا معايا. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش من التعليق ومن اللايك ديالكم، وشكرا لكم البنات، ومع السلامه.